طيب للتعقيب على نتيجة مباراة منتخبنا أمام أنجولا بينضم لنا تليفونيا كابتن ياسر رضوان نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق. أهلا بك يا كابتن ياسر وصباح الخير. صباح الفل يا هشام، وحشتنا يا كابتن والله، وحشت جمهورك في كل حتة. ربنا يكرمك يا رب. منورنا ومشرفنا، وكان مناسبة حلوة جدا نسمع صوتك ونعرف تعقيبك على لقاء الأمس. إزاي قراءتك الفنية لأداء المنتخب على المستوى التكتيكي والفني، وإزاي بتستشرف بقى المباراة الفاصلة وممكن يكون مستوانا فيها إيه، فرصنا أو حظوظنا في التأهل بإذن الله للمونديال الجاي؟ إن شاء الله. طبعا هو بداية المباراة يعني كانت حذر شديد جدا، يمكن الحذر بقى على معلش يا كابتن ياسر، بس لو تتحرك بالتليفون شوية لأن الصوت مش واضح قوي. اتفضل يا كابتن. لا ما زال الصوت مش واضح يا كابتن ياسر. كابتن ياسر الو. ايوه اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. بقول لحضرتك كان في حذر شديد جدا، والحذر الشديد ده ادى لسوء الاداء في اول 25 دقيقه، وده جه فيهم احرز هنا الهدفين. يمكن لما بدانا نستوعب ان احنا لا احنا بطل افريقيا وان الخوف ده لازم يروح، بدانا نهدد مرمى انجولا امبارح، وبالفعل اثر على هدفين. في ناس كتير بتشكك في موضوع التشكيل ان المفروض مين كان يلعب مكان مين، لكن انا شايف من وجهه نظري الشخصيه الراجل بدا الماتش بشكل كويس. محمد شريف ممكن بيلعب براس حرب وممكن يلعب على الاطراف، لانه يمتلك من المهاره والسرعه والقوه انه يقدر يلعب في اي مكان، هو لاعب تكتيكي اكتر من ما هو مهاري. وطبعا محمد صلاح نجم مصر ونجم العرب ونجم العالم كله طبعا موجود في الملعب، ده بيدي المفروض ثقه للاعيبه، كل اللاعيبه اللي حواليه ان انا معايا احسن او افضل او واحد من افضل ثلاث لعيبه في العالم. وطبعا مصطفى محمد لا فروت محترم وفروت قوي. نص الملعب كان متوازن لحد ما، لكن الخطا الوحيد ان هو كان متراجع زياده عن اللزوم الشوط الاولاني، وده السبب في ان فريق انجولا يمتلك نص الملعب ويمسكوا كره ويستحوذوا. لكن في بعد احراز الهدفين فينا بدا المنتخب يلعب لعبه الطبيعي، وشفنا اكتر من فرصه ضائعه. يعني الماتش نتيجه الماتش انا شايف ان هي عادله لحد ما لمستوى الفريقين، فريق لعب شوط وفريق لعب الشوط الثاني. اتمنى من الله ان شاء الله يعني ان احنا بعض الاخطاء تتحسن، اللعيبه يبقى عندها ثقه اكتر من كده، ان انت بطل افريقيا، اكثر منتخب حصل على البطوله، لازم تلعب معاك واحد من افضل ثلاث لعيبه في العالم ان ما كانش هو الافضل يعني. كل دي حاجات المفروض تديك ثقه في الملعب، وبعدين في خبرات كتيره في الملعب، في عبد الله وفي مني وفي طيب. على ذكر عبد الله بقى يا كابتن ياسر، امبارح الناس كان ليها تعقيب على اداء عبد الله تحديدا، وقيل ان هو ما كانش في الفورمه بتاعته اللي احنا متعودين دايما عليها منه. لو تذكرت يا استاذ هشام ان هو عبد الله مضيع جولين الشوط الاولاني، لو هو مش في الفورمه ما كانش وصل للجول. يعني هو بعد ما دخل فينا الاهداف في فرصتين احنا مضيعينهم، عبد الله هو اللي كان صانعهم يعني، او هو اللي هدد مرمى الخصم. عبد الله لعيب كبير طبعا، لعيب مهم. لا ما فيش جدال على دي طبعا، ده اكيد ما فيش شك. هو طبعا زي ما قلت لحضرتك ان هو نص الملعب هو اللي يعني ايه كان هل المنتخب شويه في الشوط الاولاني بتراجعه زياده عن اللزوم والتامين الزياده عن اللزوم، فانقلب بشكل ان احنا مش قادرين نسيطر على نص الملعب. فالطبيعي اي حد بيلعب في المجموعه اللي قدام الاربعه اللي هم المفروض مهاجمين الرئيسيين بتوعنا اللي هو صلاح وعبد الله ومصطفى ومحمد الشريف، هم دول المفروض اكتر ناس بتروح للمرمى واقرب ناس بتروح للمرمى. بالتالي ما فيش امدادات قويه، وبالتالي هم مطالب دلوقتي ان هو يتراجع كمان عشان نص الملعب متراجع. بقى الموضوع احنا ضغطنا نفسنا بنفسنا، لكن سرعان ما تدرجنا الموقف بعد ما حسينا ان في خطوره اكتر ممكن نتيجه تزيد عن كده. أيوه. بدانا نلعب لعبنا وبدا الحماس يتوغل في وسط اللاعبين، فبدانا الحمد لله. والله يا كابتن ياسر يا ريت نبني بقى على اللي احنا بداناه طبعا خلال اللقاءات اللي فاتت، والفكر الجديد لكارلوس كيروش، وان شاء الله رب كده لقائنا في التصفيات او في الجولات الاخيره يكون في صالحنا بشكل كبير، ونتاهل باذن الله للمونديال القادم. بشكر جزيلا الكابتن ياسر رضوان نجم النادي الاهلي ومنتخبنا السابق، كنت معانا تليفونيا، بشكرك الف شكر. ونطلع مشاهدينا الفاضل.